أيها الأحبة في كل مكان، مرة أخرى نرحب بحضراتكم في مستهل هذه المواجهة الودية الدولية بين المنتخبين السعودي والكرواتي هنا في استاد البلز في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث الأيام الأخيرة قبل السفر إلى قطر وقبل التواجد في مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022، بالتأكيد الاستعداد الأخير أو المباراة الودية الأخيرة لكلا المنتخبين، الأخضر الذي يستعد لأولى مواجهاته في المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني في مجموعة فيها أيضا بولندا. شاهد ممتعة في مباراة اليوم، كرواتيا تلعب أن يؤدي المنتخب بشكل جيد، تمرير على جهة اليمنى لكن المحاولة سعود، مرتدة سريعة على يسار صالح، سعود عبد الحميد يحاول يسمى الفرج، بعد ذلك لمنتخبنا بكرة عرضية باتجاه ياسر جانب علي البليهي أمام بيتكوفيتش، خطأ يحتسب حكم المباراة على بيتكوفيتش لصالح، تمرير لكنها بالخطأ لمساعة المنتخب الكرواتي، تسديدة والعويس يتألق في صد الكرة الأخيرة، حلوة محاولة لمنتخب كرواتيا داخل منطقة الجزاء، برافو، بعد ذلك بروزوفيتش يبحث عن الكرة الطويلة لكن التغطية من جنب، وفرة عددية أكثر للاعبين الهجوم السعودي للأخضر في هذه الأثناء بكرة عرضية حلوة لكن التغطية الدفاعية على جهة اليسار ياسر الشهراني، تمريرة أطول من اللازم، أسرع كانو سلمان، سلمان بالكعب إلى كانو، تسديدة لكنها مرت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، حلوة اللقطة الأخيرة، تبادل كرات بين لاعبي منتخبنا بالسلام المايكي، الإنجازات للأخضر لسنوات طويلة وأيضا كرة تعود مرة أخرى لمنتخب كرواتيا بعيدة في ارتباك في اللقطة الأخيرة من جانب الدفاع الكرواتي، للشهراني طويلة للأمام، محاولة باتجاه البليهي مرت لكن فيها خطأ يحتسب حكم المباراة على علي البليهي، سلمان يحاول قائد بكرة عرضية لكنها بعيدة وصلنا أمامية، صالح الشهري إلى سلمان الفرج على حدود منطقة الجزاء، تمريرة الردة لكن منتخب كرواتيا، تغطية تدخل خطأ على عبد الإله، تدخل خطأ يحتسب حكم المباراة على عبد الإله العبري، كرة أمامية محاولة داخل منطقة الجزاء حلوة تسديدة لكنها صدمت في اللحظة الأخيرة أمام صالح الشهري، حلوة اللقطة الأخيرة، غلطة كانت من دفاع كرواتيا كان يمكن إسقاط، سلمان الفرج بكرة لسعود عبد الحميد يحاول يمر، سعود بكرة على صالح، حلوة 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 وتسديدة وحارس المرمى تألق سعود وكرة يا إلهي، حلوة يا شباب حلوة يا شباب حلوة يا شباب، كورة والأزمة لمنتخبنا، تم تصل إلى صالح الشهري بتسديدة لكنها بعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى، السلام إن شاء الله صالح الشهري، طبعا نتمنى أن كل اللاعبين يكونون على أفضل جاهزية ويكونون، لمسة إلى ياسر الشهراني بكرة عرضية خطيرة بالرأس يا الله، حلوة يا شباب حلوة اللقطة بجانبي ياسر الشهراني، سلمان كنو، النهاية كانت من صالح بضربة رأسية، حلوة اللقطة الأخيرة من كنو، شوف شوف حلوة على جهة اليمين خطيرة باتجاه سعود، تمريرة وكرة يا إلهي، لقطة كانت حلوة وخطيرة لكنها مرت أمام صالح الشهري، الشباب ربما مع هذه اللقطة سالم عرضية رأسية لكنها عالية بعيدة وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى من جانب محمد كن، الاحتكاك اللي اعتبره حكم مباراة سعود عبد الحميد، تمريرة حلوة داخل منطقة الجزاء محاولة لصالح لكن التغطية وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية للأخضر، محاولة لكن الرأسية لا زالت خطيرة، تغطية الشوط الثاني من أحداث هذه المباراة، الشوط الأول ينتهي هكذا سيداتي وسادتي بتعادل بدون أهداف بين المنتخبين السعودي والكرواتي استعدادا لكأس العالم هنا في الرياض قبل أيام من انطلاقة كرواتيا اليوم هنا في الرياض، وكما تابعنا شوط ميلوزاف يأخذ مكانه في قائمة المنتخب الكرواتي في هذه الأثناء، بداية شوط المباراة تحرك هجومي، سالم 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 الوتو حلو على جهة اليسرى إلى ياسر لكن التغطية بعد ذلك بشكل جيد، عندهم ثقة في أنفسهم ولا ركنية لكرواتيا، سالم بكرة عرضية نحو القائم الثاني، تغطية من المنتخب في أفضل أحواله وأن يخرج
لمسات كرواتية، كرة عرضية داخل منطقة خطيرة ولكنها مرت بشكل أكبر. تمريرة كوفازيتش بعيدة على ماريزيتش، تمريرة داخل منطقة ومحاولة خطيرة تسديدة من بروزوفيتش ولكنها بعد ذلك مرت جانبية وتأتي إلى ضربة مرمى. الهجوم المحاولة سعود بلمسة أمامية، الدفاع. كرواتيا حاليا مصنفة 12 على مستوى العالم بمشاهدتهم في الدقائق القادمة. محاولة كرواتيا لكنها بعيدة وفي الأخير تحولت إلى ركنية. مستقبل كبير أتمنى له التوفيق. هيثم صالح اجتهد كثير، سالم عدى إلى هيثم، حلوة 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 حلوة. ضاعت يا سالم، كانت جميلة اللقطة الأخيرة، حلوة يا شباب. كرة خلف المدافعين لكن ياسر الشهراني في التغطية أسرع وبعد ذلك تغيير لكرواتيا ثم بصر. كرة تصل إلى لوكا مودريتش، يغير اتجاه اللاعب أورزيتش على جهة اليسار لكن التغطية من جانب القادم عن آخر الواصلين من هذا الطاقم إلى المونديال. هذه واحدة يا شباب يمكن استغلالها، تمريرة ولكن الدفاع نواف العابد من خلال هذه الركنية تلعب نحو القائم الثاني العمري رأسية لكنها بعيدة وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. عابد إلى كنو، كنو وين كنو؟ من القائم. حلوة اللقطة الأخيرة، حلوة يا شباب، حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، حلوين يا شباب. كرواتيا في هذه الأثناء داخل منطقة وفرصة عرضية خطيرة، أوه هدف كرواتيا. تسلل يا جماعة، تسلل في لقطة الهدف. نعم تسلل في لقطة الهدف، يعني تأدي بشكل جيد وتبتكر فرص وتكون على اعتاب المرمى. منتخب كرواتيا تحولت الى لوكا مودريتش، مرمى سريعه مع هيثم، لمسه اماميه باتجاه هيثم لكن التمريره صعبه. هيثم ولكن بعد ذلك استعداد من اجل يحظى بثقه كبيره قبل الذهاب الى قطر. الكرة لمصلحة المنتخب الكرواتي لكن شوفها مرة الأمام هيثم، هذه واحدة هيثم بكرة تمريرة لكن لمسة لمصلحة كرواتيا داخل منطقة الجزاء، محاولة بتسديد كرة ولكنها بعد ذلك في المرمى. هدف أول لمنتخب كرواتيا، هدف أول لكرواتيا بعد عمل كبير من جانب أورسيتش. طبعا لعبنا بشكل جيد وقلتها 7-8-10 مرة. بيرزيتش يحاول على جهة اليسار، فرصة لكرواتيا وبعد ذلك الثاني للمنتخب الكرواتي بتسلل في هذه اللقطة على إيمان. تسلل على بيرزيتش، انتهى كل شيء في أحداث هذه المباراة سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء كرواتيا هدف الأخضر لا شيء، لكن بعد مباراة كبيرة جدا من قبل منتخبنا قدموا فيها مستوى فني رفيع للغاية وأضاعوا العديد من الفرص كان يمكن استغلالها في أحداث هذه